أما قول بعض الناس أعوذ بالله من كلمة أنا إذا أراد أن يخبر عن شيء فعله، ليعلم أن ابن القيم رحمه الله عد كلمة أنا من الطواغيت الثلاثة، وهي أنا لي وعندي، وذلك لأن إبليس قالها، قال أنا خير منه. لكن إن قالها كما قال رحمه الله على سبيل التذلل والخضوع لله عز وجل فلا بأس، كأن يقول أنا مذنب أنا مقصر فلا إشكال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قالها أيضا إذا وجدت مصلحة لإغاظة الأعداء، كما في حديث البراء في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم أمام الكفار أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لكن الإشكال هنا يقع من بعض الناس، وهو أنه يستمر على هذه الكلمة، فكلما قال مخبرا عن نفسه أنه فعل شيئا قال أنا، يأتي بعدها بكلمة أعوذ بالله من كلمة أنا. فإذا قيلت هذه الكلمة أعوذ بالله من كلمة أنا أحيانا فلا بأس بذلك، لكن إن قالها على وجه الاستمرار، يعني كل ما قال أنا قال أعوذ بالله من كلمة أنا، ففي هذا محظور شرعي، وذلك لأن الشرع لم يأمر الناس ولم يشرع لهم أن يقولوا إذا أخبروا عن أنفسهم بكلمة أنا، لم يشرع لهم ولم يجوز لهم أن يقولوا دائما أعوذ بالله من كلمة أنا إذا قال الإنسان عن نفسه أنا فعلت كذا أو كذا.